خدمتك يا حسين كل شرفنا، واللي خدمك بو علي سيد نحسبه، اللي يصب الماء واللي يبكي واللي يشيل العلم واللي يندب بندبه، كلنا خدامك إن شاء الله إن شاء الله. كلنا يا حسين. السلام عليكم، يعطيكم العافية. مرحبا ماجورين. وش تمثل لك خدمة الإمام الحسين؟ خدمة كبيرة هذه طبعا، وكل واحد من يتمناها، وإن شاء الله نكون في حسن الظن يعني، والله يثيبنا في هذه الشغلة إن شاء الله. قانين ليل نهار؟ تقريبا من حادي للعاشر يعني ل 13. لو انت ما تخدم الامام الحسين ومو موجود في الماتم شلون بتكون حياتك؟ والله الحياه صعبه صراحه، لان من صغرنا واحنا قاعدين نتعلم في هذه الخدمه، والخدمه هذه كل من يتمناها، وان شاء الله نكون يعني دائما احنا على قولة القائل نقوم بشغل الصبح الغداء والعشاء، فنقوم بهذا الشغل. يوم اللي ما عندنا شغل في المطيب صراحة نحس يعني نوع المكتوم علينا هذا، فلازم نطلع لنا شغلة، لو شغلة بسيطة لازم نفتح المضيف. على الباب في جنة عدن سيد عباس، وش سوون اليوم؟ سوينا كبدة وسوينا ناجب دجاج وهالو أكو يستوي إن شاء الله. ما تتعب؟ والله لا ما نتعب، فوحنا لكن الحمد لله تمام مستانسين. ليش ما تتعب؟ لأننا تخدم الإمام الحسين صراحة تستانس، تشتغل أنت مستانس. كل دمعي لالي عالباب في جنة عدن وحسين للأبد. سيد علي، أنت رادود وأنت بعد تشتغل في المطبخ ما شاء الله، والشعور؟ كله خدمة وتوفيق من رب العالمين، والله يعودنا إياكم إن شاء الله هالسنة وكل سنة يا رب. حتى الموت كل أملنا، يلي اسمك للإبا والشرف كعبة. وش شعورك سيد وانت تخدم الإمام؟ هذا شيء طبيعي، شرف عظيم، كل واحد اللي يخدم الإمام شرف عظيم يعني، شعور ما ينوصف يعني. نفسيا مرتاح؟ نفسيا مرتاح، من الصبح إن شاء الله إلى الليل نشتغل ما نحس بتعب ولا نحس بشي بعد. جو الحر ما يوقفكم؟ لا ما يوقف، هاي خدمة الأبا عبد الله شرف عظيم هاي. وما نسيانك يا بعد الروح صار. تشوفونا دحنا من الصبح لليل للساعة 12 دحنا شغالين، ما نطلع له دحنا، ورد نجي الصبح هاي سالفة، ورد من الصبح لليل هاي يومية شيء سالفة. لا شغلنا نخدم الإمام الحسين إن شاء الله الحمد لله. لازم إذا ما نجي الماتم نمرض. حتى الموت كل أملنا، يلي اسمك للإبا والشرف كعبة، قلبي ما ينساك يمكن يصير، ينسى أهله ينسى خلانه وصحبه، ينسى دنياته وينسى روحه، وما نسيانك يا بعد الروح صعبة، وما نسيانك يا بعد الروح صعبة. اقبلني يا ابو سكنة اخدم اللي يخدمونك، كلنا نوين لمصيبتك. يعطيك العافية ابو علي. الله يعافيك. وش سبب وجودك في الماتم ليل نهار؟ والله خدمة ابا عبد الله الحسين، أسوي لهم حليب ونسوي لهم حليب أبيض، والله يحفظ الجميع، وإن شاء الله نتمنى الجميع تخدم في أبا عبد الله الحسين بنية صافية، والله يعطيهم العافية وما يجورين. ما أقدر أفارق المطبخ دقيقة واحدة. يعطيك العافية أبو سيد جلال. الله يعافيك سيدنا، مجورين ومتابعين إن شاء الله. وش تمثل لك الخدمة سيدنا؟ والله هذا شيء كبير إن نحن نخدم في ماتم الإمام الحسين، وهذا شرف إلينا، وفي نفس الوقت نتمنى ان احنا نقدم الاكثر ويسمحوا لنا اذا قصرنا الجماعه عليهم باي شيء يعني. نصيحتك سيدي للشباب والاجيال الجايه؟ والله نصيحتي الى الاجيال الجايه ان شاء الله اقول لهم عندكم الخدمه عند الامام الحسين شرف كبير،
وعندكم الضيافة، عندكم لجنة العزاء، عندكم الإعلام، عندكم أشياء وادي. الكل يشكركم وأبا عبد الله يشكركم على هذه الخدمة، والله يعودنا وياكم إن شاء الله. من الصبح متواجدين للساعة واحدة، يعني كل يوم لازما موجودين. يوم اللي ما نجي نضيع في الماتم، نضيع في الحياة بعد، مو بس في الماتم. يعني ما تقدر تفارق الماتم؟ لا، يعني متخيل من الصبح لليل كأنه طلعت من بيتك الأول جيت بيتك الثاني، يعني حتى الراحة وكل شيء هني، يعني كأنه في المحرم برا البيت ما نشوف الأهل، كله في الماتم أغلب شيء. كلنا خدامك كلنا يا حسين، تدري بينا شيل تسويق المحبة، احنا لو نيفنا هانت الروح.